الاقتصادية، وبما يختصر زيارته لأوروبا ويصل إلى واشنطن لمتابعة تداعيات أحداث العنف في دالاس. في أقل من 24 ساعة، القوات المسلحة تحبط محاولة ثالثة للهجرة غير الشرعية إلى إحدى دول جنوب أوروبا. ارتفع عدد قتلى الاشتباكات في جوبا إلى 300 شخص، ومصر تطالب جميع الأطراف في جنوب السودان بضبط النفس. حفتر يؤكد أن القضاء على الإرهاب في ليبيا بات قريبا بعد القضاء على الجماعات المسلحة في بنغازي وأجدابيا. مشاهدينا، لم يتبقى لنا في هذه البانوراما سوى الوقفة الأولى فيها والوقفة الاقتصادية مع زميل مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا لزميلتي نجلاء الجعفري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية، وفيها بعد هذا الفاصل: وزير التجارة يعلن إقرار 18 مشروعا بصفة نهائية خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الصينية في بكين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الوقفة الاقتصادية، والبداية فيها من بكين، حيث أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قبيل أنه تم التوقيع على 18 اتفاقية تم إقرارها بصفة نهائية. تصريحات قبيل جاءت على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية الرباعية بين مصر والصين برئاسة وزير التجارة والصناعة ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد ووزير التجارة الصيني قاو هاو تشانغ ورئيس اللجنة الصينية الوطنية للتنمية والإصلاح تشاو شاوشي. وأشار وزير التجارة إلى أنه من بين المشروعات مشروعي لبناء محطتين لتوليد الكهرباء في الحمراوين ومشروع تجديد شبكة الكهرباء في مصر، علاوة على بناء المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. من جهة أخرى، وصل وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم للعاصمة الصينية ليترأس وفد مصر المشارك في اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين، والتي افتتحت فعالياتها اليوم وتستمر حتى بعد الغد الأربعاء. ومن المقرر أن يلقي وزير كلمة مصر الأربعاء، حيث يتناول خلالها رؤية وخطة الحكومة المصرية في القضاء على البطالة. أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي أنها تتوقع عجزا يصل إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام الحالي أو السنة المالية 2016-2017. وذكر البيان أنه من المتوقع وصول الإيرادات إلى 669 مليار و700 مليون جنيه، بينما يتوقع وصول المصروفات إلى 974 مليار و800 مليون جنيه. هذا وقد وافق مجلس النواب على مشروع الموازنة في أواخر يونيو الماضي. شهد الطلب الاستهلاكي طفرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ما انعكس على أرقام التضخم في يونيو لتصل إلى 14%، بينما استبعد البنك المركزي العوامل الموسمية ليصل معدل التضخم الأساسي إلى 12.3%. ويرى الخبراء أن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وزيادة أسعار الفاكهة والخضروات والملابس أثرت في أرقام التضخم بصورة كبيرة.
بشكل كبير بالظروف الحياتية والمعيشية للمواطن البسيط، حيث أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي بنسبة 8.1% مسجلا 14.8% مقارنة بشهر يونيو من عام 2015. هذا الارتفاع يعتبر كبير جدا نسبيا لأنه حدث خلال شهر واحد، لكنه يرجع في الأساس إلى تضخم فاتورة إنفاق الأسرة المصرية في شهر رمضان. تفادي هذا أن نحدث توازن بين ما نستورده وما نصدره وما نستهلكه. نحن دولة بنستورد أكثر من 60% من احتياجاتنا من الخارج، وده بيمثل قمة الخطورة. ارتفاع للأسعار بنسب متفاوتة أرجعه المواطنون إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري. سعر الدولار هو التحرير والسياسات النقدية، ده سبب رئيسي للتضخم والغلاء. أول حاجة بالنسبة لارتفاع الأسعار، الدولار غالي وصل 10 و11 و12، فكل واحد بيستورد بيجيب بضاعة بتيجي عالية وفي ضرائب وفي جمارك وصلت 40%، فالحاجة بتيجي غالية، واحنا أول حاجة عندنا كثافة سكانية ما بتوازيش الإنتاج بتاعنا. كان البنك المركزي قد أعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 12.37% في يونيو الماضي مقارنة ب 12.23% خلال مايو السابق عليه، وهو ما يمثل وجود فارق بين مؤشر البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أن المركزي يستبعد بعض السلع التي تتسم بالتقلبات الحادة مثل الفواكه والخضروات إلى جانب السلع المحدد أسعارها إداريا. أشرف مبارك، النيل. المصرية نأت المؤشرات اليوم ثاني جلستها بعد العودة من عطلة عيد الفطر المبارك على انخفاض جماعي لمؤشراتها الثلاث وسط عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية. هذا وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 1,600,000,000 جنيه ليصل إلى 400 مليار جنيه بعد تداولات بلغت قيمتها 834.6 مليون جنيه. في أسواق المال الخليجية تبينت مؤشرات الأسهم بعد العودة من أجازة عيد الفطر المبارك، وصعدت أسواق السعودية ودبي والدوحة ومسقط، في حين تراجعت أسواق أبو ظبي والكويت. من أسواق المال الخليجية مشاهدينا الكرام، نكون قد ختمنا هذه الوقفة الاقتصادية، لكن بانوراما النيل ما زالت مستمرة ومتابعة مع أخبار سياسية مع زميلتي نجلاء الجعفري. شكرا لك مصطفى ميزار. عاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى واشنطن مساء أمس بعد أن قطع زيارته إلى أوروبا. كان أوباما قد حضر قمة حلف الأطلسي في بولندا، توجه بعدها إلى إسبانيا، إلا أنه قرر العودة إلى بلاده في أعقاب حادث دالاس. هذا ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي غدا الثلاثاء إلى دالاس، حيث سيحضر حفلة تأبين رجال الشرطة الخمسة الذين قتلوا الأسبوع الماضي، كما سيلتقي بأفراد أسرهم. أصبحت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي اليوم المرشحة الوحيدة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل ديفيد كاميرون بعد انسحاب منافستها وزيرة الدولة للطاقة أندري ليتسم من السباق لرئاسة حزب المحافظين. وأشارت ليتسم إلى أن تريزا ماي أكثر قدرة على المضي قدما بتطبيق خيار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. بانوراما النيل مستمرة وفيها بعض أخبار الرياضة. الطائرة الشمسية سولار أمبلس 2 تصل القاهرة محطتها قبل الأخيرة في رحلتها حول الكرة الأرضية.